سهير عندها سؤال. تجربتك مختلفة، انت ام وبعدين قررتي ان انا اكتفي بهذا القدر، انا مظبوط. خلاص مش عايزة ادخل تاني التجربة او المؤسسة الصعبة دي. مظبوط. هو مش عقدة، بس انا اكتفيت بولادي، انا حاسة ان انا عندي رسالة ان انا اربي ولادي وان انا اعوض الحاجات اللي انا فقدتها فيهم، فدي رسالة بالنسبة لي اهم بكتير من وجود راجل في حياتي، ليه؟ علشان الحياة عامة والتجارب اللي قدامي حتى لو مش تجربتي انا هي اللي يعني اللي عملت لي زي الارم كده، مفيش ما تدوريش مفيش اصلا. مين قال كده؟ لا مفيش. بس انت ده عندك مش عيب. انت عندك كام سنة؟ 38. كلام انت بتقوليه ده حكم بالاعدام المبكر على مشاعرك وعلى انت كشخص. حبك لولادك ما منعكيش ابدا ان انت تعيشي حياتك، لكن انت قررتي ان انت تاخدي حبك لولادك وتسجني حياتك جواهم، وده مش منطقي. معنى كده انك اتأذيتي اكتر من ما انت تقدري تعترفي بنفسك في العلاقة اللي انت كنت فيها دي، صح ولا غلط؟ مظبوط معنى كده ان اذاكي انت مظبوط. كشخص. مظبوط. ممكن نعرف ايه النقط اللي حسيتي انك انت اتقطعت جواكي بسبب العلاقة دي؟ الثقة، في نفسك؟ لا في الناس، هو عدم لي الثقة في الناس عامة. هو يعني استغلك يعني، او خانك او اذاكي بشكل، انا مش عايز اقول تفاصيل، بس الى درجة ان انت حسيتي بانه مفيش مصدر امان في الحياة، يعني بالظبط. الناس مصدر للاذى وليس مصدر للامان. مظبوط. بس يعني هو الموضوع كان نسبي شوية معايا، يعني انا بعد الانفصال انا ما فقدتش الثقة في الناس على طول، بالعكس كان عندي فرصة ان انا ادي ثقة للناس وان حلو. انا لا يعني مش اخر حد، اوكي. الناس كويسة. بس بعد كده التجارب بقى اللي بعد كده اثبتت يعني لي كون ان انت فكرة مطلقة دي خلاكي انت اللي تفقدي الثقة في الناس، يعني تعامل الناس معاكي على اعتبار ان انت لا مطلقة. خالص. انا على فكرة انا ما مرتش فترة انفصالي دي بالحاجات اللي احنا بنسمعها، بالعكس طب ده كويس جدا، بالعكس دي خالص. نقطة إيجابية. بس في حاجة مهمة، يعني انت بتقولي انه طلاقك ما حصلش فيه مشاكل، لكن ما بعد الطلاق هو لا اللي طلاقي خلاكي حصل تقفلي. فيه مشاكل، بس اوكي. انا كان عندي استعداد ان انا لسه ادي فرص. اوكي. الى ان التقيتي بحد وعشتي قصة حب واثبت لك ان قلتهم احسن، بالظبط كده. صح كده؟ عشان مظبوط يجيب من الاخر. مظبوط كده. فانت حسيتي ان مش قادرة اتوجع تاني. انا مش عارفة اخد قرار. خلاص حاسة ان انا الطاقة اللي عندي خليها لولادي ولنفسي، يعني انا حاسة ان انا ان انا احب نفسي ده اهم بكتير من ان انا احب اي حد. هل ده لان ممكن اقول ان انت بتخشي العلاقات وانت ناسيه التجارب القديمه؟ يعني انت بتخشي العلاقه الجديده وانت داخلها بتنسي اللي حصل لك قبل كده، مظبوط. فمتعلميش من اللي ده كده حقيقي لما جدا. صح صح كده؟ بالظبط. طب بلغي هل عقلي، بدخل بقلبي بس ما بعرفش استخدم عقلي في حياتي خالص. اخر علاقه دي بقى لها كام سنه تقريبا؟ لا هي بقى لها شهور مش كام سنه. عشان لسه كده بدري. هتفوقي كده وتصحصحي وترجعي بابا تاني وماما تحبي موجودين؟ ماما موجوده. فاذا هي انت عندك حائط سد لسه في ظهرك. مظبوط. انا اعتقد برضو ان زي ما الدكتور بيقول كده وقت طيب.